باردون سمحوا لي جو بي كونتينيي لا فيديو تاع كوبيت تاع لي سكروكري. كنت نتكلم على لي سكروكري، الساعه كان فيها خلل تقني. لا فيديو جو بي لا بارطاجي اون دو، كان الجزء الاول دوكا راني راح ندير الجزء الثاني. جو بي ريكابيتولي سكو جي دي توت الوغ. جي دي كانوا الناس دوكا حتى دي سكرو ولاو تجار الدين، الناس هذو اللي عيطوهم الشيوخه وما نعرفوهاش، والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، الشيخ نتاع الريح كيما يقول واحد. الوغ شوفوا انا انتهوا مليح. كما قلت لكم انا كي نكمل لا فيديو يا الناس بزاف اللي تسبني ويقول لي واش دخلك واش من منا وانت وما نعرفو تزاكوزي لي جون بالسكروكري. وي انا جاكوز هاد الناس هادو، خاطرش ما عندكش الحق باش تروح انت يا سور لاباج فيسبوك وتلم في الدراهم باسم الدين ولا باسم ناس اشخاص مساكن ما عندهمش. الناس هادو يجيو مساكن علاش ما يديو حاجه ياكلوها ولا يديو حاجه مساكن يعيشوا بها، وانتم ما تروحوا تديوهم وتعطيو لهم كيما قال واحد تديو 80% وتعطيوهم 10%. دونك انا نقول لكم يا ناس يا المواطنين، ما تجيوش تتكلحوا مع هاد الشيوخه هادو. الناس هادو اللي يجيو باسم الدين وربي قال لك كيما السيد هذا اللي يقولها، اذا تحبي تمدي حاجه لربي شوف هذيك الهضره هذيك، شوف هذيك الهضره هذيك، نحي المسائل نتاعك، نحي الذهب نتاعك، ونحي المسايس نتاعك، ونحي هذوك تاع ما يعرفهمش مسكين، ما يعرفهمش تاع بوك الدور اي هذوك. شوفوا يا جماعه يا نساء، ما تكونوش غفلات، ما تكونوش غفلات. اللي يحب يدير صدقه الناس معروفه، اخرجي لبرا ما كاين حتى تعرفي انسان، اخرجي لبرا وتشوفي انسان مسكين لا غالب عليه قاعد بواحد ريستورون ما يحب ياكل ولا منا، قال ادخل تبكي ادخل خلصي له الماكله، رب العالمين بل يتقبلها لك. مي باش تروحي تمدي دراهمك للناس هذو يلعبوا عليكم، سمحوا لي بالكلمه هذه قداه الناس يلعبوا عليهم. هذه زعما بالصدقه الناس اللي زعما هذوك اللي نتاع نجيب لك فيزا ونجيب لك ناسيوناليتي ونشوف لك واحد يخدمك ونشوف لك الاخر حتى ولو راهو عنده واحد يعرفه بيزومبل ديريكتور ولا منا ولا منا، راه يروح يقول له يا ولدي كاين واحد السيد مسكين يشوف على روحك ما تعاون ولا منا، ويجي لك انت يقول لك اخويا السيد راه يدي دراهم او طلب عليا ما عاد قداش. هذول ما تمنوهمش هاد الناس هادو، ما تمنوهمش سيرتو الناس هادو اللي يجوكم يطبطبوا عليكم باسم قال الله وقال الرسول. رانا جيناكم حنايا لله في سبيل الله. يا اخي يا اخي ما عندكش حق، لله في سبيل الله. قول للناس هادو راه كاين واحد له يشف، روحوا اديو على راكم. انا نعطيكم حاجه وتشوفوا باللي هاد الناس هادو راهم ماهمش يخدموا لربي وماهمش يخدموا لهاد الناس اللي ما عندهمش. صرات خطره كانت واحد المسكينه واحد العزوج يديو لها قضيه، يديو لها قضيه موش العامل هذا ولا العام دوزون، وهما يروحوا عندها وهي مسكينه مشعله الشمعه مشعله الشمعه، وهما يروحوا عندها ولايف وما نعرف واش، ورانا جبنا لها لاخر، وهالمراه هذه مسكينه ما عندهاش كيف اسمو ما عندهاش الكتريسيتي وما نعرف واش. راه كتبت انا للسيد هذا مور الصفحه هذا، كتبت حتى الاخرين بزاف كانوا يعلقوا، قلت لهم يا ناس اللي يعرف هذا المخلوقه هذه وهذه المراه هذه يعطيني لادريس وين جهه تسكن، دوك نشوفوا مع السلطات يجيبوا لها الكتريسيتي، يجيبوا لها الكتريسيتي دوك نشوفوا مع السلطات، اعطيو لها برك لادريس وهذا ولا لو نوي بخينون تاع المراه هذه واش من بلاصه راهي ساكنه، وحنا انا بذاتي نعيط للسلطات يروحوا يديو لها وصلوا لها الالكتريسيتي. واذا ما عندهاش الالكتريسيتي بوتيتر نشوفوا مع السلطات اذا بعيدها ولا منا لعله يعطيو لها ان شاء الله كي يسربيو لي لوجمون، يشوفوا اذا ما داتش بكري ولا منا لعله يعطيو لها انا اف ان ولا اف دو ولا حاجه ويديو لها التريسيتي، ما تخليوهاش في هذه الوضعيه هذه. لو كان نقول لكم واش دار لي هذا مور الصفحه والله ما تصدقوا، والله ما تصدقوا. اما بلوكي الما بلوكي، علاش يعني بوركوا؟ انا جيت ندير الخير في هالمراه هذه، انا ما قلتلكش هالمراه هذه ما تديلها ديرها على روحك، يعطيك الصحه بارك الله فيك. بصح انتوما كنت تديو لها في هذا الشيء هذا، خلي حنا نجيبو لها التريسيتي او موان. والله الما بلوكي باش يبقاو الناس هذو يديو كيما قال واحد يعمروا في الصفحه نتاعهم، يجيوهم الناس يشوفوا وزعما وجايين في 14 وما نعرف واش، وجايبين جوج شكاير فيهم جوج جوج رطل تاع عدس وجوج كيلو لوبيا. معليش راكم تصدقوا ربي يقبل عليكم اذا النيه تاعكم صافيه. مي انا ما طلبت منك والو، طلبت منك قلت لك اعطيني وانا جهه ساكنه هذه المراه هذه، وانا جهه خلي نعيطوا للمسؤولين تاع سونال غاز قال كيفاش تخليوا المراه بلاش يضو، اذا عندها ضو قصوا لها بوتيتر نشوفوا كيفاه نحاولوا نسلكوا لها لا فاكتور تاعها.
مع الناس نعاونوا نديروا كما كان واحد نروحوا نسلكوا لها الفاكتور تاعها ويخلصوا لها الكران تاعها. والله ما بلوكي، والله ما بلوكي. دونك ناس اخرين ما مدارين لي ريزو سوسيو هذو باش كما يقول الانسان بريميرمون باش يطلعوا المتفرجين تاعهم، باش يطلعوا المتفرجين ويديوا الدراهم من الـ 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 اليوتيوب. مي سامحني يا خويا، تدي انت الدراهم على ظهر مسكينه هذه المراه هذه، ولا على ظهر اي واحد، ولا على ظهر الناس مساكن هذو، اعطيونا لينا حنا الدراهم هذو الذهب سيدي، اعطيونا الانسان. شوفي قولي باللي كيما يقول هذا الشيء السيد هذا نحي الذهب وقال هذو ليك يا ربي، يا يزيك بلا مسكين انت الميديا نتاع ربي، انت يا رب العالمين بعثك قال لك روح اعطيني حاجه نوصلها لربي، نحي الفيستا نتاعي، نحي كلشي نتاعي نوصل هذو، اعطيني حاجه، اعطيني حاجه اللي انت توصلها لربي انت يا كي عاد نحب نوصل ربي انا، نروح نوصل له انا، نروح للمراه هذه اللي تشوف ولا الانسان اللي يشوف نعطي له اي حاجه كما قال واحد ونقول صدقه عليا ولا صدقه على بابا ولا صدقه على يما ولا، مي ما نعطيكش ليك انت، علاه نعطيك ليك انت؟ وشكون انت؟ وزاد كي انت باش تلم الدراهم او نو واش يقولوا بالناس؟ وانا نقول للسلطات هاد الناس هادو يفودغي تعسوهم، يفودغي تعسوهم، وين تكون اون بلانت كونتخ لي جون هادو يفودغي كيما قال واحد فو لي زانتربولي وتشوفوا، باسكو الناس هادو سون دي زيسكرو، كيما قال واحد يديو العطف نتاع الناس مساكن، خاطرش كي تقول لوحده احنا راح نروحوا نديوهم للناس اللي ما عندهمش ومنا ومنا، تمسخر تتمسخر نتايا، تديهم تلم الدراهم نتايا، يعطيوك ليك نتايا الذهوبات تروح نتا تبيعهم وتدي نتايا الاخر. شكون اللي يشري عليك دابور الذهب؟ شكون اللي يشري عليك؟ اللي يشري عليك الا السارخ كيما نتا، خاطرش اللي يشري عليك لازمك لافاكتور تاعك يا سي محمد، لازمك لافاكتور، واش تجيب الذهب برك وروح ديه بيعو، هذا سان غوسولور يسمى، ولو كان غدوة الصباح تصرى مشكلة هو بعد يجيبوه ويلحوه في الحبس، شكون اللي يقبل عليك الذهب كذاك تروح انت تديه تبيعو؟ دونك انت تخدم اونواغ، انا واحد كيحب يبيع، ايماجينو عندي ساعة تاع ذهب نحب نبيعها، كي نديها للبيجوتي، واش يقول لي؟ يقول لي خويا اعطيني لافاكتور، كيف وشكون يقول لي بلي ما سرقتهاش انت؟ وصرات بزاف ناس راحوا لاحوهم في الحبس على هذا الشيء هذا. يجيب ساعة تاع ذهب ولا مقياس ولا ما قال لها تشري وين شري نشري ايه اتونسيون يا جماعة ردوا بالكم قال شريتها من السوق والله ما تخصك غير تروح للحبس والله ما تخصك غير تروح للحبس خويا اعطيني لا فاكتور اعطيني لا فاكتور اخويا ونشري عليك ما كاينش مشكل مي باش تروح هكذاك جيب مقياس برقالة ونتاع المرأة او نبيعه لك مقياس يسوى مع قداش 30 مليون ولا 50 مليون يقول لك يعطي لي فيه 20 برك اخرى حنا مزروبين ما عادش تطيحوا في البياج الو من بعد ان شاء الله نعاودوا نرجعوا في دوت فيديو نقول لكم قيم ديال هنا هذا سي الجزء الثاني ان شاء الله الخطره الجايه ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نتكلموا على الناس باش الناس تعرف باللي هاد الناس اللي يتكلموا باسم الدين راهو كيما نتوما الناس كيما نتوما راهو ما عندهم حتى راهو مش ربي اللي كلفهم ولا يعرفوا ولا ربي راهو يسمع لهم اذا يسمع لكم نتوما ربي حتى هما يسمع لهم فوالا دونك الي ا توت ا لور